عزيزتي ماما مع الدكتور أحمد أبو الوفا. عزيزتي ماما، نوبة الغضب عند طفلك بتحصل بسبب تراكم إحباط، يعني أحياناً بتبقي شايفة بدايتها وممكن يعدي يوم وما تحصلش خالص، وأحياناً بتنفجر فجأة لمجرد أن في حاجة غلط بالنسبة للطفل حصلت. الطفل وقتها بيكون مسيطر عليه مشاعر غضب وعصبية ونرفزة مخلياه خايف ومش عارف يعبر عن كل اللي بيحصل معاه. مهما كنت شايفة أن وقت نوبة الغضب ده مزعج وصعب عليكي، فهو بالنسبة للطفل أسوأ بمراحل. نوبة الغضب بتختلف من طفل التاني. في طفل بيجري في الأوضة ما تقدريش تسيطري عليه مع صريخ وعياط، وممكن يخبط نفسه في حيطة، وطفل تاني يرمي نفسه في الأرض ويدبدب ويخبط نفسه فيها، وطفل ممكن توصل معاه لعياط وصريخ لدرجة أنه يرجع أو نفسه يضيق أو وشه يزرق. في جميع الأحوال لازم تكوني حريصة علشان تتعاملي بهدوء وتحافظي على طفلك من أنه يأذي نفسه وقت نوبة الغضب دي. بعد نوبة الغضب ما تخلص بنقضي وقت هادي قبل ما نتكلم في تفاصيل اللي حصل علشان نقدر نحلها.